حققت الحيلة هدفها بشق جيش الإمام علي بعد موافقته على التحكيم، وأيضا كما قلنا بأنها استفاد منها الجيش الشامي بماذا؟ بأنه يحمي نفسه عن هزيمة محققة. عارض المعارضون من أول وهلة التحكيم وازدادوا ثقة بعد قراءة كتابه وصيغته المقترحة. وكان الأشعث بن قيس يمر على الناس بالكتاب المقترح يعرضه على الناس، وأول من قال له كلمة لا حكم إلا لله هو عروة بن أدية. عروة بن أدية أو عروة بن حدير، وهو أخو أبي بلال مرداس بن حدير، فإنه لما جاء بالكتاب نادى بأعلى صوته صارخا لا حكم إلا لله، أتحكمون في أمر الله الرجال؟ تعززت جبهة أهل الشام بالتحكيم وازدادت وحدة وتماسكاً.